تسألون أين يمكننا إيجاد الرب يسوع المسيح؟ الجواب بسيط إخوتي، وهو في حياتكم اليومية. تجدون الرب يسوع المسيح في مشاكلكم اليومية، ولا تجدونه في الأشياء المذهلة. إن المسيح إخوتي هو مركز الأشياء في الحياة. إن المسيح إخوتي يوجد في الثكنات، يوجد في الإسطبلات، حيث لا وجود لرائحة الورود، وحيث يتم منح الحياة. أسجدوا إخوتي واطلبوا من الله أن يظهر نفسه لكم، فالحقيقة يمكن اكتشافها، لكن يجب أولاً أن يكون لدينا ذلك الموقف المنفتح، والذي يقول أريد معرفة الحقيقة أكثر من أي شيء آخر.